انا هي تقول لي ثاني يروح فيه الكره. ايش بك لا ميترش تعدي يا ميترش ناظر كم شي وقت تحب لنا ورشه وقت حتى الدار الخايفة شو تدور معناها الدورة هذه يسمى روعة بتاع شوية أخرى هيك كان هو البرنامج كان كيك وبعد بدل ما نعرفش عليه زعما يطلع كات فرد مرة خير من غيرك لأنه يفضلك بتاع طيب ساعة سويعة يكون كمل إن شاء الله ربي كاو ابي توري للحماية الدورة هذه يكون مش ميس حتى ما يعرفوش وانا يشوفوني دورتي واللي يعرفوا الواحد مش قادرين يعرفوا